السلام عليكم ورحمة الله. صديق إلي اتصل عليه صاحبه وهو في البرية قرصهم أسود خبيث، وبقول لك مش عارف شو يتصرف مع الشاب، واخذت رقم الشاب اللي انقرص نفسهم، يعني بدنا نرن عليهم نشوف. وين أي برية؟ نعرف في أي برية؟ اسمع، برن عليهم بردوش. هاي رد، هاي رد، يلا سلام. رد خلص. الو، مرحبا. الو، يعطيك العافية. جمال عمواسي معك، شو الأخبار؟ أي برية أنتو؟ أي برية أنتو؟ عند العزرية. طيب اسمع، انتوا في البرية هالكيت؟ انا بدي ربع ساعة بكون في مطار ابو ديس اللي بتعرفها. على المقاصد؟ في نفس ابو ديس. الو الو، بس عندهم مضيف. الو، طيب اسمع، حكيت انت خذه على المستشفى، شو بعرف شو الطعم. اسمع، انت متاكد انه الاسود الخبيث؟ الو، فيش طعم للاسود الخبيث. انا ما بدي كله، شو بدي كله، روح على المستشفى وخلص، هم يتصرفوا، ما بقدرش احكي معه. يعني لو قلنا لهم ولا ما قلنا لهم مش على الفاضي المستشفى. قطع الاتصال، دبرنا رقم تاني. سلامات. جمال، جمال معك، مساء الخير. قطع ال، على حزمة انتو؟ والله ما انا عارف هاي الصراحة. انتو اللي انتو اي مستشفى بدكم؟ احنا لا جايين عليكم على رام الله، بس اي مستشفى؟ رام الله الحكومي. شو طعم؟ طعم هذا فيش له الخبيث، بعرفش، بجوز يعطوا طعم كوكتيل، هم حرين، بس فيش له. اسمع، كيف اصابة الشاب اول شيء كله؟ بعدين الخبيث معكم ضربات قلب. مو هذا بعطي ضربات قلب السمع السريع. اسمع، الخبيث معكم؟ معي كتلت وهي معي. اكيد خبيث. مش صل. اكيد اكيد. والحين انت بتكون عند المستشفى نشوفك. انا بلاكيكم عند المستشفى. انتوا وين هسا؟ حبيبي يعني كم بدكم وقت توصلوا المستشفى؟ ربع ساعة. طيب بلاكيكم انا بالمستشفى حبيبي. يلا سلامات. بصراحة يا اخوان، طعم فش للخبيث، معروف في كل العالم. حكيت شو المستشفى بدهم يعطوه، انا ما لي علاقة ولا بدي اتدخل، يعطوه اللي بدهم اياه. انا اسود خبيث، اسود خبيث، بتأكد منه، بكلهم اسود خبيث. هسا هم عندهم بروتوكول بالمستشفى. البروتوكول هاد انا اقول لكم اياه بصراحة، يعني كثير دكاترة قالوا لي اياه. يعني انا يا اخوان، بجوز الناس ماخذة فكرة غلط، علاقتي 95% بالاطباء جيده، جيده جدا، اطباء محترمين وعكيفك، وبحكي معهم وبتصلوا معي، وفي منهم بساعدهم كثير في العكارب والعناكب والحشرات، والناس ماخذه فكره بعكس الموضوع. 5% في بتحززوا من جمال، او بقول لك بتدخل بشغلات طبيعي. يا سيدي هم حرين، والله يسامح الجميع. المهم، انا بعطي النصائح اللي عندي. المهم، البروتوكول اللي بالمستشفى موجود. اجانا واحد مكروس من حي سمراء، شقره خضراء حمراء، عندنا هالمضاد. حتى لو كان مضاد افعى فلسطيني اللي كان الاصلي زمان، يعطوه لواحد قرصته حراشف، ما لهم علاقه. المهم، البروتوكول بقول لك هذا مضاد للافاعي. احنا بنروح عليه بنشوف، متاكد اسود خبيث. ما بقدرش نحكي بالاسود الخبيث، يعني ما فيش معاه مزح، الله يعلم. يعني قرصاته هي معظمها خفيفه، بس اذا كانت قويه صعبه شوي، لانه بقول لك الشاب صار عنده ضربات قلب، لانه الاسود الخبيث انا بعرف في سمه عصب بضرب على القلب مباشره وبجلط الدم. الشاب حسب ما قالوا لي عنده صار ضربات قلب سريعه، لانه سم الخبيث او سم الصل فيه عصبي.
غير سم الخبيث بجل الدم كمان فيه عصبي، فان شاء الله تكون كمية السم خفيفة. هلقيت في مشكلة انه يعني شو المشكلة؟ المشكلة انه الخبيث فيش له مضاد، بروتوكول المستشفى ما بتدخل فيه، انا بقدرش حتى اتدخل فيه، انا بقولهم نوع الحي بس هكي، بستناهم باب المستشفى. طبعا يا اخوان الحي الكرسة الشاب مظبوط طلع اللي هو اسود خبيث زي ما انتم شايفين، هاي الناب تحت، خلي بين الناب بطلع على الجنب، شايف الناب على الشمال هاي مبين، ايوه صغير يا عم، شو صغير، هذا صغير هذا خبيث، هذا وسط مش صغير، هذا اسود خبيث خطر، شايفين طلع خبيث هذا اللي قرص الشاب. طبعا متوسط الحجم بس ما له علاقة، كمية السم حسب، ولسه بده مراقبة. هذا هو واللي علينا احنا سويناه. طبعا قرصة الشاب الخبيث قرصه هين في المنطقة هيك يعني القرصة، طبعا كل ما بكت القرصة اقرب بتختلف، كل ما بكت اقرب ابعد بالاخص الخبيث. يا سيدي الله يشفيك.